أعلنت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارا من الأحد 19 من أبريل بدلا من يوم الخميس 23 من الشهر نفسه. وتم تقديم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 من أبريل. أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن فرقا متخصصة في أعمال التعقيم والتطهير من شركات المياه والصرف الصحي بالإسكندرية والبحيرة ومطروح قامت بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لجميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العالمين الجديدة. تحتفل وزارة الثقافة بليلة النصف من شعبان من خلال المبادرة الإلكترونية خليك في البيت الثقافة بين إيديك، حيث تبث في 9 مساء الأربعاء 8 من إبريل عبر قناتها على اليوتيوب أمسية روحانية. واصلت وزارة السياحة والآثار زياراتها الافتراضية، حيث بثت اليوم زيارة لجامع ومدرسة وخانقاء السلطان الظاهر بركوك بشارع المعز لدين الله، وتعد المنشأة تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية. بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع ممثلي شركاء التنمية جهود مصر لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية طبقت عملية المسار السريع المبسط فيما يتعلق بالموافقة على التمويل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التعجيل ببعض الإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي.